السلام عليكم، واش في خبرك بأن طنين الأذن يقدر يكون بسبب نقص فيتامين بي 12؟ نعم، كما سمعتي، طنين الأذن عنده بزاف ديال الأسباب، غادي نهضر عليهم بالتفصيل مع العلاج في آخر الفيديو. طنين الأذن كما كتعرفوا أو كما كيعرفوا المرضى خصوصا حيت هما اللي متعايشين مع هذا المرض، هو واحد الصداع في ودنيهم بلا ما يكون شي صداع حقيقي محيط بهم، يعني كيسمعوا مختلف الأصوات وكل واحد وكيفاش كيقولك. ما ننساش واحد المريض قال لي في الحالة ديال طنين الأذن ديالو، بغى يفهمها لي وبغى يشرحها لي مزيان، قال لي يا دكتور واش عرفتي الموتور ديال المرسيدس؟ قلت له اه. قال لي بحال داك الصوت كنسمع في ودني بحال الصوت ديال الموتور ديال المرسيدس. المهم ما عليناش، كل واحد وكيفاش كيشرح وكيفاش كيوصل ديك الفكره ديال طنين الاذن ديالو. كاين اللي كيقولك بحال الصفاره الكوكوت، كاين اللي كيقولك بحال الطياره الصوت ديال الطياره، كاين اللي كيقولك بحال المولينكس كدور، كاين اللي كيقولك الصوت ديال الطوموبيلات، كل واحد وكيفاش كيفسرو. كاين اللي كيقولك بحال شي نفيط عنده الصح، كاين شي مرات واحد النوع ديال طنين الاذن بحال الزديح ديال الدقات ديال القلب، وغادي نعرفو علاش. اذا ملي عرفنا طنين الاذن شنو هما الاصوات اللي ممكن يسببها، نشوفوا شكون هما الناس اللي ممكن يتصابوا به. غالبا الناس اللي اكثر من 65 سنه، يعني اغلبيه الناس مصابين كيكونوا المسنين. وثانيا كيقيس 10 حتى 15% من سكان العالم تقريبا، يعني واحد النسبه محترمه ماشي قليله بزاف. كاين الملايين ديال الناس كيعانوا عبر العالم بسبب هذا طنين الاذن اللي مازال لحد الان الطب الحديث ما لقاليهش دواء خاص به. طنين الاذن ممكن يكون بسبب ثلاثه ديال الحوايج، يا اما شي حاجه من الاذن، يا اما شي حاجه في المحيط ديال الاذن نبقاو غير في الراس، يا اما شي حاجه عامه في الجسم كامل، يعني شي مرض كاين في الجسم كامل او لا شي دواء كتشربه. نبداو باللودن، طنين الاذن غادي نبداو من اللودن هي الاولى، نشوفوا واش كاين شي سبب تما ولا لا. بالنسبه للودن ممكن يكون شي تعفنات ميكروبيه، شي ميكروب عندك في اللودن خصو يتداوى. ممكن يكون داك الشمع لوسخ ديال اللودن عامر لك في اللودن بزاف، فشنو كيدير؟ ما كيخليكش تسمع الاصوات الخارجيه، كيقول لك المريض بان السمع عندي ناقص والطنين بزاف، يعني داك الصوت الداخلي سوماتيك ساوند، كاين واحد الاصوات داخليه كيقول لك شي واحد راني كنتصنت على العظام ديالي. هذا راه كيدير اليوغا وما في خباروش. الناس اللي كيقول لك راني كنتصنت العظام ديالي شنو معنيتها؟ يعني راني متجاهل جميع الاصوات، كيجلس في واحد البلاصه هاد او ساقره بزاف لدرجه ان السمع ديالو ما بقاش كيسمع الاصوات ديال برا اللي كتكون عاليه، بل بدا كيسمع الاصوات ديال الداخل مرتاح. فهنا كيجي طنين الاذن عند الناس اللي مراد بطنين الاذن، ملي كيختفيو الاصوات العاليه ديال برا كيبدا داك التزنزين وداك الصوت وداك التصفار كيجيهم في الاذن ديالهم. داكشي باش كيقول لك راه اكثريه كنسمعو في الليل وما كيخلينيش الناس. راه ماشي كيجيك في الليل، راه هو ديما عندك، ولكن هذا الصوت العالي اللي كيكون في النهار والناس دايزين والطوموبيلات والخدمه والتليفون والتلفازه وكلش، داك الصوت العالي ما كيخليكش تسمع داك الصوت القليل اللي كاين لداخل في الجسم ديالك، او لا في هذه الجهه فقط الا كنتي كتعاني من الطنين غير في واحد الجهه وما كتعانيش في جهه اخرى. فدوك الاصوات العاليه ما كتخليكش تسمع دوك الاصوات القليله ديال الجسم ديالك. ملي كيبداو كيختفيو دوك الاصوات العاليه وكيجي الليل وكنمشيو الناس، ما كاين لا بشر كيغوت لا طوموبيلات كتطوط لا حتى شي حاجه عالي الصوت ديالها، فكيبدا كينقص داك الصوت ديال برا حتى كيولي قل من داك المستوى ديال الصوت الدخلاني في الجسم ديالنا. وهنا كتبدا الودن كديتيكتي هاد الصوت الداخلي وكيبدا داك التزنزين وداك النفيط او داك التصفار. فداك الشيء باش كيكون اكثريه في الليل. وكاين ايضا واحد السبب في العظم ديال الودن ديالنا لداخل، واحد البلاصه لداخل فيها ثلاثه ديال العظومه هما اللي كيخليو دوك الذبذبات الصوتيه تدخل من الداخل وتوصل حتى للدماغ، هما اللي كيترجموها الى صوت. فدوك العظومه ممكن يوقع لهم بحال واحد التيبس سميتو اوتو سكليروسيس، ماشي اتيروسكليروسيس، ماشي تصلب الشرايين، لا، اوتو يعني العظم، سكليروسيس يعني تيبس دوك العظومه ديال الاذن ديالك، حتى هما ممكن يسببوا هذا طنين الاذن. كاين واحد المرض اخر بسبب واحد الضغط ديال واحد الماء كيكون في الاذن ديالنا الداخل، هذا المرض سميتو مينيرز ديزيز او لا مرض مينير.
هذا المرض ديال مينير حتى هو عنده العلاج ديالو الى لقيناه بانه هو السبب ديال طنين الاذن ديالك. اذا سالينا من الاذن غادي نمشيو للمحيط الاذن. المحيط ديال الاذن غالبا كاين واحد العروق ديال الدم دايزين حدا الاذن، كاين الرقبه ديالنا فيها الفقرات ديال العمود الفقري، وكاين هذا المفصل ديال الفك اللي كيتسمى تي ام جي. هذا المفصل هذا الا كان فيه مشكل ما حدو قريب الاذن فكيخلي واحد الالتهاب في المحيط ديال الاذن، ممكن يخلي لك طنين الاذن مع المدة. الفقرات ديال العنق ديالك شنو السبب اللي غيخليها دير لنا طنين الاذن؟ هو تروما او لا يعني شي اصطدام ولا شي سقوط، ولا جاتك شي ضربة هنايا يعني بعنف في هذا المستوى ديال الرقبة تقدر تخلي لك شي مشكل في الفقرات ديال الرقبة، وهنا كاين واحد العصبات كيمشيو للأذن يقدروا يتأثروا بهذه الصدمة اللي وقعت لك هنايا ويخلي لك طنين الأذن. وأخيرا الشرايين الدموية اللي دايزة في حدا الأذن ديالنا ممكن يكون فيها بعض التشوهات، يعني ما دايزاش بواحد الطريق مستوية بل دايزة بواحد التشعبات وملتوية واحد شوية، فهداك الصوت اللي كيكون فيها الداخل وداك التخرويض كما كنسميوه بالدارجة ديال جريان الدم كيخلي داك طنين الأذن كيكون عندك. وأخيرا المستوى الثالث وهي الأمراض العامة، يعني اللي كتكون غالبا في الجسم وأحيانا ما كيكونش أمراض، يعني كتكون حالة فيزيولوجية بحال فقدان السمع المرتبط بالسن. يعني كل ما تقدم الواحد في السن كيبقى السمع ديالو كيفقد السمع ديالو، كيما الحواس ديالنا كتبقى تنقص حتى نموت الله يرحمنا. ملي كيبدا هذا السمع كينقص كيما قلت لكم كاين واحد اصوات داخليه في الجسم ديالنا سوماتيك ساوند، ملي كيبدا ينقص داك السمع ما كتوليش كتسمع مزيان برا، داك الصوت ديال الداخل ماشي هو اللي كيطلع ولكن دوك الاصوات ديال برا اللي بداو كينقصوا حتى هبطوا على المستوى ديال الصوت الدخلاني ديالك وبديتي كتسمع طنين الاذن. كاين ايضا بعض الادويه اللي كتاثر على الاذن ومع مده طويله ديال الاستعمال ممكن تسبب لك طنين الاذن. هذه الادويه كيتسموا اوتو توكسيك، يعني سامه للاذن الا ما احترمتيش فيها الجرعه وما احترمتيش المده اللي عطاك الطبيب. فمن بين هذه الادويه واشهرها جونتاميسين او ليزامينوغليكوزيد، هاد واحد النوع ديال المضادات الحيوية غالبا غادي يعطيك الطبيب 3 ايام حتى ل5 ايام ما تفوتهاش من هاد الادوية ديال جونتاميسين او لا امينو جليكوزيد. وكاين حتى الطوبراميسين، كاين حتى الستريبتوميسين، اميكاسين، بعض المضادات الحيوية الاخرى بحال سيبروفلوكساسين، دوكسيسيكلين، بعض مضادات الالم بحال باراسيتامول، مضادات الالتهاب او الاسبرين بجرعات عالية حتى هي ممكن تسبب لك هذا المشكل ديال طنين الاذن. بعض المضادات ديال التنسيو بحال مديرات البول ديوريتكس بحال بيتا بلوكون اللي فيها ماده بروبرانولول او الاتينولول حتى هي ممكن تسبب طنين الاذن. بعض الادويه ديال الشيميو الناس اللي كيداووا على السرطان الله يشافيهم. بعض الادويه ديال مضادات الاكتئاب حتى هي ممكن تسبب هذا طنين الاذن. كاين ايضا الادويه ديال الطب النفسي بنزوديازيبين بحال البرازولام ديازيبام وغيرها. المهم كاين واحد القائمه ديال الادويه ممكن تأثر في الأذن ديالك وتخلي لك طنين الأذن مع المدة. أيضا ارتفاع الضغط الدموي أو لا انخفاض الضغط الدموي بجوجهم سواء طالع سواء هابط حتى هو ممكن يسبب لك طنين الأذن. وآخر الأمراض اللي ممكن حتى هي تسبب لك طنين الأذن كاين السكر، تصلب اللويحي، تصلب الشرايين اتيروسكليروسيس، وامراض الغده الدرقيه. هادو كاملين ممكن يديروا لك طنين الاذن. دابا نمشيو للتشخيص، كيفاش غادي نعرف هاد طنين الاذن؟ كتمشي عند طبيب كيدير لك واحد لاباراي او لا واحد المقياس ديال السمع كيشوف بعد السمع ديالك واش مزيان ولا لا. ثانيا كيقلب لك الاذن يعني كيشوف واش كاين شي ميكروبات، واش كاين شي مشكل كاع في هذا المحيط ديال الاذن مع هذا المفصل ديال الفك ديالنا، الفقرات ديال الرقبه ديالنا. المهم خصنا نتاكدوا من كاع هذا المحيط ديال الاذن واش كاين شي حاجه اللي غادي تسبب لنا طنين الاذن. وثالث حاجه ممكن دير سكانير او لي رام على هذه المنطقه ديال الاذن باش نشوفوا كما قلنا دوك العظمه الدخلانيين اللي كيكون فيهم المرض ديال الاوتوسكليروسيس او دوك الشرايين الدخلانيه اللي كتكون حدا الاذن واش فيها شي تشوهات مالفورميشن. ومن بعد كيشخص لك السبب ديال طنين الاذن ديالك وكيعطيك العلاج المناسب اللي يقدر يخفف لك هاد الطنين. كما قلنا ما كاينش علاج نهائي بشي دواء كيميائي، ولكن كاين علاج بعلاج السبب او لا علاج مرافق يخفض لك شويه ديك الحده ديال طنين الاذن وكيخليك كترتاح بواحد النسبه كبيره مقارنه من قبل. وكما قلنا في اول فيديو طنين الاذن ممكن يكون ايضا بسبب نقص فيتامين بي 12.
هاد الفيتامين بي 12 ملي كيكون ناقص غادي يدير لنا فقر الدم، ومع المدة داك فقر الدم غادي يدير لنا طنين الأذن. بعض الدراسات اهتمت بهاد الشأن ديال فيتامين بي 12 وكيعبروه عند الناس اللي عندهم طنين الأذن، كيلقاو بزاف ديال الناس ما عندهم طنين الأذن ونقص فيتامين بي 12. ملي عوضوا لهم فيتامين بي 12 خصوصا بالحقنة، يعني أحسن من الفم، حيت يقدر يكون عندك مشكل ديال الامتصاص، ماشي غير انك ما كتاخدش فيتامين بي 12 من الماكله، راح تقدر تكون كتاخده ولكن ما كيكونش واحد الامتصاص جيد. داكشي باش كيلجؤوا للحقنه باش كدوز لك الدم نيشان وكتجاوز داك المسار اولا داك الحاجز ديال الجهاز الهضمي اللي يقدر يكون فيه مشكل ديال عدم الامتصاص. لقاو بان من بعد ما عطاوهم فيتامين بي 12 تحسنات الحاله ديال الطنين الاذن عندهم، وتقريبا يعني ما بقاوش كيعانيوا بزاف مع هذا الطنين مقارنه مع الايام اللي قبل اللي ما كانوش كيعوضوا فيها داك فيتامين بي 12 اللي كان ناقص عندهم. هاد فيتامين بي 12 او كما يسمى كوبالامين، افضل الشكل ديالو هو ميتيل كوبالامين، وهو اللي كيكون غالبا في الماكله ديالنا، خصوصا المأكولات الحيوانيه، الحليب، البيض، الحوت، اللحم ديال المواشي. فالناس اللي عندهم فيتامين بي 12 ناقص هما اغلبيه الناس اللي ما كياكلوش المأكولات الحيوانيه، او لا كيكونوا ناس اللي عندهم جرثومه المعده، حيت حتى هي بسبب الطغيان ديالها ما كتخليش الامتصاص ديال فيتامين بي 12 عندك مزيان. وباش تاكد واش هاد فيتامين بي 12 عندك في المستوى المطلوب او لا، باش تعرف اذا كان ناقص خصك تعوضه باش تهنى من طنين الاذن، ممكن دير تحليله ديال فيتامين بي 12، ولكن افضل تحليله هي ميثيل مالونيك اسيد، او لا بالفرنسيه اسيد ميثيل مالونيك، يعني حمض ميثيل مالونيك. هاد حمض ميثيل مالونيك كيتناسب مع فيتامين بي 12 بطريقه عكسيه، الى لقيتي هاد حمض ميثيل مالونيك طالع عندك بزاف فكيعني ان فيتامين بي 12 ناقص عندك، يعني غتفهم بانك خصك تعوض فيتامين بي 12 غالبا بحقن كتكون افضل من الاقراص. ملي غتعوض داك فيتامين بي 12 ويتقاد عندك في الجسم ديالك، ممكن ديك الساعه تهنى بواحد النسبه كبيره من طنين الاذن. هاد فيتامين بي 12 علاش كيدير لنا طنين الاذن؟ حيت من غير انه كيسبب لنا فقر الدم اللي يقدر يدير لنا هبوط الضغط الدموي وبالتالي طنين الاذن، ففيتامين بي 12 مهم لواحد الغشاء ديال الاعصاب ديالنا. الاعصاب اللي كاينين في الجسم ديالنا عندهم واحد الغشاء، واحد الغلاف، بحال السلوكه ديال الضو اللي كنشوفوا في الديور، كيكون السلك الوسط اللي كيدوز الضو ولكن مغلف بواحد الغلاف من برا، هكاك داير حتى الاعصاب ديالنا لداخل. داك الغشاء البراني سميتو ميلين. داك الميلين باش نبنيوه، باش الجسم يكونه، خصو بعض المواد منها فيتامين بي 12. الا ما كانش عندك فيتامين بي 12 مزيان، داك الغشاء كيتبنى مرقع او لا كيتبنى متقوب او لا ناقص من عدة بلايص في داك الاعصاب ديال الجسم ديالك، ومنها العصب ديال السمع اللي غادي من الاذن الى الدماغ. ملي ما كيكونش داك الغشاء مزيان او لا ما كاملش في التكوين ديالو، غادي يعاني الشخص من طنين الاذن، وبعض الاشخاص ايضا غيعانيوا حتى من فقدان السمع، حيت داك العصب ديال الاذن مكلف ايضا بالسمع، يعني كيكون نقصان السمع معاه طنين الاذن. داكشي باش خصنا ناكلو فيتامين بي 12 في الماكله ديالنا، او لا نعوضوه من خلال الحقن اذا كانت الماكله ديالنا ما كافياش، او لا اذا كان الجسم ديالنا فيه سوء الامتصاص نعوضوه بالحقن على ما نعالجو سوء الامتصاص، باش من بعد نبقاو نستافدو من فيتامين بي 12 اللي كاين في الماكله ديالنا. واخر العلاجات كيقولوا كاين علاجات مرافقه ومساعده، بحال واحد الجهاز كديرو في الاذن وكيبقى يدير واحد الدبدبات صغيره، واحد الاصوات صغيره كتخليك انك تتلهى مع دوك الاصوات بدل ما تسمع طنين الاذن اللي لداخل، يعني ماشي اصوات ضاره او لا عاليه، بل واحد الاصوات بواحد القياس مضبوط كيخليك انك تجاهل طنين الاذن وما تبقاش تسمعه بزاف. من غير العلاجات ديال العلاج السلوكي المعرفي او العلاجات شبه طبيه اخرى مرافقه للادويه الصيدلانيه وللعلاجات الجراحيه اذا اقتضى الامر. هذا كل ما كان في موضوع طنين الاذن، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المعلومات. في انتظار تعليقاتكم وردود افعالكم، هذا طبيب الأمل، منا ألف سلام.